مش غريب الزمن ينكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، مش غريب مش غريب مش غريب، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، مش غريب مش غريب مش غريب، مش غريب الزمن يمكر، مش غريب الصديق يهجر، مش غريب الجميل ننكر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، والغريب القريب يقدر، فريد ما جاش، ما لقيتو كان سنة والرئيس برد. اي وش عملتو؟ تلاه عاد ما فهمناش هكا. انت شنو معناها ما لقيتوش حل اخر؟ شنو معناها؟ حيوان شادي شفنا هكا اللي عمل عقب هاي. زيت ما رجعتش؟ قالت لك قبل ما في ثلاثة كوف الدار. ايه تعرف في البحر اللي نزال ما نجمش يحدد الوقت. يا سيدي باهي توا نمشي انا لسيدي بوسعيد نتعرض لها، ومني انا زاد نحب نبدل الجو شويه. تانيش توا سيدي. باهي باهي. في الامان. سلال تو مرجز من البحر يا عاد شبي شنو ولينا مراهقين؟ اي من اختاري بايش قد بعد يا بابا يزي تو ترجع حتى الطقس باهي ما خوفش
قهوة. صلي على النبي ونح عليك لهني واسمع. على عينك اخويا. الله يسلمك اخي. روحت بكري اليوم. يلا ندخل ثم انا ودي. بارك الله فيك. أنا في البيت. قديش؟ 35 عقدة. طيب طيب شكرا. اهلا سي ملكس. شي حوالك؟ عايش. تفضل. مو لاباس؟ والله شو قالك سيد الضابط؟ بنية بنتي خرجت مع الطاهر الرئيس نتاع اليخت نتاعي في المريانه متعرف. ايوا عاد الحقيقه الطاهر واخر وياسر تحيرت خاصة وانا الناس كلها روحت الا هما. قلت ثم شي مشكل وقع لهم عاد ما نكونش انتم تتصلوا بهم. ان شاء الله ما فما كان خير سيدي. ان شاء الله. حتى نحاول نتصل بهم بعد. ان شاء الله. فلوريانا فلوريانا جاوب. The past 2 years, there's been a lot of new groups, a lot of new
ideas. A lot of kind of like sons of De La Soul in a sense, which is kind of cool, kind of spread that different kind of flavor. But what's your assessment of what's been coming out lately? Everything's been cool. I mean, fucking for a long time, rap was basically level and I wasn't moving for a little while. But now groups up and coming like Wu-Tang and groups like Black Moon and J. Rue and others like that, they bring your rap to a different level, you know, constantly. So I think we appreciate that. We feel good that we opened the door. Kalimun Khayli here. زيد اطلب سمالك لعلها رجعت. شكون يعرف؟ الو سي فريد، شي وليدي حتى اخبار؟ لا لا لا، حتى سي مالك مازال ما رجعش. ربي يقدر الخير. يعيش ولدي في وديعة ربي. بسلام. خاصة على خليج تونس كان ضعيف، البحر كان مناسب للاصطياد ومن حيث السماء كانت قاية السحب. ولكن فجأة بعد الظهر يعني على أثر وصول سحب رعدية تغيرت المعطيات الجوية وأصبحت الريح قوية جدا، وصلت إلى 35 عقدة بخليج تونس ما يقارب 70 كيلومتر في الساعة. وبطبيعة الحال البحر أصبح شديد الاضطراب وشكل خطر على البحارة. شوفوا أي من عشرة نجم نقعد لين دي بالخدمة، خلينا نرجع لتونس. فهمنا ما تجيليش ياسر تقلبات في العشية واللي على أثرها تمرد السحب على مناطق خليج تونس. ما تقلقش يا سي مالك، ممكن يكون عندهم عطب في الجهاز. تو نحاولوا نتصلوا بالدورية البحرية. بارك الله فيكم وإن شاء الله نلقاوهم. على كل أنا في البرد نستنى فيهم. على راحتك. سيمالك شايف تو ما رجعوا. مش معقول سيمالك، لازمنا نعملوا حاجه. ما بيدنا حتى قدره، لازمنا نستناو. الله يقدر الخير. الله يقدر. كلمت الحرس؟ كلمت الحرس؟ الحرس حاولوا يتصلوا بهم لكن ما جاوبوهمش. ايه شنو الحل؟ حل. الحل الوحيد لازمنا نستناو، هذا الحل. سي مالك. سيد ضابط، اش فما جديد؟ للاسف ما تجاوبش. وعلى كل حال بعثنا زوز زوارق وبداوا البحث عليهم. بارك الله فيك. زعما لاباس؟ ما فما كان الخير. ما يلزمناش نأيسوا من رحمة ربي يا راجل. وعلى كل حال حاجات كن هذه تقع بكثرة. صبروا روحكم. أنا ماشي البيض.
الو ايمن ماشي على ايمن سلم في تليفون الحرس باهي ايمن يسال على سلام وحيدة انتي سالي ريمي عسلا سالبا؟ شو تعملوني؟ جيت في خدمة وانت؟ جيت نزل مع صحابي في البوادة سلامة لو حدش من البحر والحرس يبحث عليها وجماعة داخلين بعضها في الدار تلقى عم نجوم مع فريد وتراوي فريد ما مشيش معاها سالبا؟ سنة مشيت وحدها ومعها الرايس والتوما رجعت مش نفقها لا لا ما سمعتش لا ان شاء الله مره لا بس ان شاء الله مره اوكي خليك صحاب سلام يا ان شاء الله خلصت يا قياده الله غالب انتهت المهمه بارك الله فيك صباح الخير يا سي مالك شكرك اللي اخت من القواوش قال ابحاث وقفوهم الليله وغدوا بشي وهسلوا
هاش فما جديد؟ شي جديد؟ قلت الحرس مازال يواصلوا في البحر. خلي شادي يجي قبل الليل. خلي مالك على الدليل كامل ويبكي. عمري ما ريت خالي في الحال. لمي جبنا له طبيب قبل الليل حتى هدوه مهدي باش نجم يرقد. يحب انتو ياسر يمشي فرق. سلام سي شادي. صباح الخير. تفضل ارتاح. الو اي اي يدي ها كيفاش سلام قام شفت الدار وسلام زرب القواش لهيون اليخت مسكين
الله يرحم. حب ولا خلي مالك يجي من المستشفى باش تعرف على الجثة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو هو بارك فيك. رجعوا بارك فيك. الله يرحم. نعم مسكين. شد روحك خالي شد روحك. الله يرحم.
بابا. عسلام. ملقاهاش؟ لقاو جثة عم الطاهر البحار متاعهم. أما هي وليخت لي. عم ربي في بالك بابا. فرحة بدمتش. الأبحاث مازالت متواصلة؟ يلزمها تتواصل. يلزمها تتواصل. يلزمها تتواصل. هدي نفسك. أنا نعرف عزيمتك أخويا. على كل هذا قضاء وقدر. سلام مازالت حية. فاهم مش عاد بيقول مازالت حية. ما تخافش ما تخافش. سي مالك، سي مالك أكلم فيك، صلي على النبي، وش أكل حريش؟
Thank you.